حيث تظاهر عدد من أبناء المكون المسيحي في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفضا لبيع تراثهم. قد رفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارة ساكو لا يمثلنا، مطالبين بابا الفاتيكان بسحب يد لويس ساكو، مؤكدين أن أموالهم تمت مصادرتها بعد نزوحهم، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة لإعادتها. احنا اللي نطالب به فقط عدم بيع الكنائس المسيحية، واحنا اول وتالي احنا ناس مسيحيين، هو شخص دين، احنا متعلمين على شخص الدين يعلمنا على التسامح، على المحبة، على مكتوب آية بالإنجيل تقول إذا ضربك على خدك الأيمن أعطي له الأيسر، يعني إحنا ناس متسامحين جدا، فعيب نوصل لهيك مواصل. أكثر المسيحيين تهجروا، أخذوا بيوتهم، أخذ الأديرة مالتهم باعوها، يعني ماكو إنصاف ويا المسيحيين، يعني الحقوق إله، يعني أخذ حقي أنا إله، يعني كمسيحيين إحنا ما مستفادين شيء من عندهم كهو، يعني الأبو مالتنا. أبرز مطلب وأهم مطلب إحنا نريد نوصله البابا الفاتيكان هم من أنه هو يلغي نهائياً ساكو، يشيل لنا من العراق نهائياً، يعني صدق مريدة بعد هذا وخلاص انتهى هذا بالعراق. بيان لحركة بابليون أن احترام الدولة والقانون يكون من خلال اللجوء إلى المحاكم وليس التفشيل بالآخرين في وسائل الإعلام وتسقيطهم من أجل جهات وأحزاب ثانية. نعم نور، وأضاف البيان أن الكنائس مطالبة بأن تكون صوت الحق المدافع عن الجميع، لا أن تكون مشاركة في العمل السياسي وتدعم تجمعا أو مرشحا حزبيا ضد آخر. تظاهرات هي الأولى من نوعها ينظمها أبناء المكون المسيحي في ساحة التحرير، مطالبهم تضمنت رفع يد لويس ساكو عن المكون وإيقاف عمليات بيع ومصادرة أراضيهم وإرثهم الحضاري. نتابع. هي أول تظاهرة للمكون المسيحي في العراق في ساحة التحرير، تجمهر المحتجون ورفعوا الرايات والمطالب التي ترفض زج أمور المكون بالعمل السياسي وبيع الكنائس والصروح الدينية. يعني أكيد تدخل كبير للكنائس في السياسة أمر مرفوض، الكنيسة هي فرض العبادة وليس للسياسة، فالقيمين على هذه الكنائس حاليا هم يقومون بأعمال سياسية وأعمال تجارية وهذا مرفوض. المطالب أيضا كانت برفض التفرقة بين أبناء المكون المسيحي، إضافة إلى مطالبات بتدخل بابا الفاتيكان لعزل الشخصيات الدينية التي تستغل الكنائس لمنافعها الشخصية. تظاهراتنا تظاهرة مشروعة لبيع تراثنا وكنائسنا من قبل رجل دين معروف لا نحتاج البوح به، تمام؟ نطالب من خلال قناتكم أيضا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وسيد القاضي فائق زيدان المحترم التدخل في منع بيع تراثنا وتحويلها إلى مولات تجارية لمصلحة شخصية مادية، طبعا أكيد هذا شيء معروف، ونطالب أيضا الفاتيكان وبابا الفاتيكان التدخل في رفع يد الكاردينال لويس ساكو من رئاسة الكنيسة الكلدانية. ويهدد المحتجون بتجديد الاحتجاجات في حال استمرار عملية بيع الكنائس التي يراد بها أن تحول إلى مولات تجارية. لؤي الحسن، بغداد الأولى.